السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في تفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. فسر ابن سيرين فرج المرأة في المنام بين للمآرب والأمنيات، وقد تدل رؤية العضل الأنثوي في الحلم على الفرج لمن هو في شد وكرب. وفسر الشيخ النابلسي فرج المرأة في المنام بالبشائر الكبيرة والفرج وتغيير الأحوال للأحسن إن شاء الله. وحلم الفرج للعزباء يدل على تخلصها من المصاعب في عملها وعلاقتها مع الآخرين، ويدل حلم الفرج للمتزوجة على البشائر بالحمل القريب بعد طول انتظار. أما الفرج في المنام للمطلقة فدليل على تخلصها من الضغوطات والهموم، فيما رؤية الفرج في المنام للحامل دليل على ولادتها السهلة والميسرة إن شاء الله. ويقول ابن سيرين أن رؤية عورة الزوجة في المنام تدل على التخلص من الهم والكرب. وقال النابلسي رؤية لمس فرج المرأة في المنام تدل على نيل المكانة العالية والعز الكبير بين الناس، فيما حلم مداعبة الفرج دليل على السعادة والتخلص من المشاكل والهفوات في الحياة، فيما حلم تنظيف الفرج يدل على التخلص من السمعة السيئة أو مسبباتها، ورؤية الفرج النظيف في المنام دليل على الراحة النفسية وزوال الكرب، والفرج الوردي في المنام يدل على الطموحات الكبيرة التي تتحقق دون عناء. وقال ابن سيرين شعر الفرج في المنام دليل على شعر وكلام فيه وجوم قبيح، وخروج سائل من المهبل في المنام دليل على المرض وسوء الأحوال، فيما رؤية إدخال شيء في المهبل في المنام دليل على نيل الفرج غير الدائم في حياة الرائي أو الرائية. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم وإلى اللقاء في تفسير جديد على قناتكم.